بنفس النهج التدميري للبنية التحتية والمنشآت الخدمية التي تعرضت لها مدينة تعز، واصلت ميليشيا الحوثي وصالح تدمير البنية التحتية لمدينة النور، ومن سلم من قذائفها تمركزت عليها، ما جعلها عرضة للتدمير من قبل طيران التحالف العربي. يعد حي مدينة النور الواقع في الشمال الغربي لمدينة تعز من الأحياء السكنية القديمة المنشأ، يعود تاريخ إنشائها للعام 1963 كحي يضم الشريحة الواسعة من مرضى الجذام وشريحة الناس البسطاء. تكمن أهمية هذه المدينة في كونها تحتوي على مرافق خدمية ومتنوعة إلى جوار مستشفى الجذام، كمستشفى الأمراض النفسية والعصبية ومخازن منظمة الصحة العالمية للأدوية، والأهم من ذلك معسكر الدفاع الجوي الواقع شمال المدينة. دفعت ميليشيا صالح والحوثي بكل ثقلها من أجل السيطرة على معسكر الدفاع الجوي، وبالفعل تمكنت من ذلك وعلى مدينة النور في آن واحد. معسكر الدفاع الجوي هو أول معسكر تمت السيطرة عليه من قبل ميليشيات الحوثي في 11/3. كانت السيطرة على معسكر الدفاع الجوي بسبب معروف أن قادة الدفاع الجوي وكلهم أتباع من علي صالح الأحمر الأخ الشقيق لمن؟ لعلي عفاش، الذي سلم المواقع وترك أفراده سيطر على الدفاع الجوي. مدينة النور كانت هي ليش؟ المدينة الأولى. جاءوا لدخل المستشفى اللي هنا. بدأ أول يوم مناوشة بالفجر. ثم اليوم الثاني بدأ بالصباح. بدأت الاشتباكات بينهم في الصباح. أجاءت الدبابة حق اللواء ولا هناك جنب السوق وتضرب، ضربوا عليهم بقات الاشتباكات اليوم الثاني. تدخلت اليوم الثاني الشرطة بينهم. لما دخلت الشرطة اللواء انسحب من التبة وسلم النقطة للشرطة. لاحظ بعد فترة اقترب الشرطة مع الحوثة. كان يتواجد لهم جيوب ووكلاء في هذه المنطقة، ما أن وصل الحوثيين إلى مدينة تعز انتعشوا، تم تزويدهم بالأسلحة، سيطروا على المكاتب والمؤسسات المحيطة بمستشفى مدينة النور، وبدأوا يمارسون الظلم والقهر والحصار على هذه المنطقة. فإذا كان لهم وكلاء ثم جاءوا وتم تزويدهم بوسائل القمع والظلم. ومدينة النور لها موقع استراتيجي أيضا، أنها كانت خط الوصل بين المدينة وبين الحوثيين، فكانت مدينة النور خط التماس بين البعرارة وسوق الزنقول والمدينة، فكان الحوثيين يستغلوا مدينة النور ويركعوها. مثلت مدينة النور صمام الأمان الأول لميليشيا الإنقلاب، وسعت من أجل ذلك إلى فرض التواجد من خلال نصب نقاط التفتيش على مداخلها الرئيسية ووسط الأحياء السكنية. مارست من خلالها
أساليبها العبثية كعادتها بحق الساكنين، لا سيما بعد أن فرضت عليهم طوق حصار وعزلة مميتين. ولكن هذه النقطة اللي صابن نحن، كانوا كل يوم يقوم من هنا ويوم يقوم من هنا ويوم يتهددون قهل قهل لبسوا آليات قهل لين الدرع يعملك جاهر، ولبسوهم آليات وبهدلة وشمات وخلاص. كنا نسافر للما مسافة علشان نحصل الشربال مال القهل، وإحنا ما تعبناش، تعبنا حتى الحطب الغاز كنا ما نحصلوش غالي، الدباب 9 كنا نقري بعد الحطب من مكان لمكان نسافر. أنت تسمع بغراء؟ لا، هنا كنا نسافر ندي الحطب مين وهناك شوف كم بمسافة. وإحنا علشان إيش نوفر لقمة القهل؟ لأنه ما فيش معانا من هنا ندي. هنا تمركزوا، هنا عملوا خشبة هنا عندنا. قلنا يا جماعة هنا ما يصلح وسط الحارة، خرجوا الشوارع برا. وصاحنا احنا وهم وقالك عبد الملك، وبعدين رفع المطل هنا، رفع على الشارع العام هذا، وعشنا برعب. بعد أذان المغرب ممنوع الخروج. بعد ما تطور الأمر بدو تفتيش، مرة نزلت الحارة قاموا فتشوا حق الذاكرة، حصلوا بالذاكرة حق الصور كان للشهداء، شهداء من المقاومة، حصلوا شهداء وحصلوا قيادة من المقاومة، بس بررتوا لهم انه من الواتس، صور نزل من الواتساب وخارج عن الإرادة. احتقار للناس وتضعيف لهم في معيشتهم، حتى انهم ممنوع الخروج بعد الساعة 8 ليلا، تفتيش التلفونات ممنوع، اي انسان ياخذ جواله ممنوع، اي حتى اي شيء. يعني كان مدينة النور تعيش حالة رعب. والله انه يوم ضرب لبن رجلي، قال انا اقول لك ارجع انت، قلت له يا رجل صلي على النبي، قال مالك من النبي، ارجع ارجع. والله ورجعنا ونوسط الحقي، قالوا اشتغلوا احنا شغل صحيح، اشتغلوا احنا شغل. كان ليس هناك لدينا اي حرية، يعني ممنوع تتكلم تدعي على اي شيء، ممنوع اذا تكلم الخطيب حتى الكلام لا تنصح. عندما نقول ننتبه على الأولاد، يعني كنت حتى أحيانا نسمع الطائرة نقوم ندعو اللهم عليك بالطغاة المعتدين والغزاة، نتفاجأ بالطقم. أنا أحد المرات كان في ضرب للتحالف على مدرسة المنار وغيرها، كن ندعي في المساجد اللهم سدد الرمي، اللهم انصر عبادك المجاهدين. فأحد الطقم وقف بجانب المسجد فأخبرني بعض الشباب أن الطقم يريد إيش استهدافي. ف يعني تخيل موقف، يعني يكون أنت إمام مسجد في داخل المسجد آمن بيت الله، المفروض أن نكون آمنين مطمئنين، الطاقم ينتظرك. فخرجنا مهرولين من البستان إلى فلان إلى زعطان، من جدار إلى جدار، حتى ذهبت إلى منطقة البعرارة. يعني موقف مأساوي. أيش السبب؟ قلت اللهم أنصر عبادك المجاهدين، اللهم سدد رميهم. يعني هذا حتى التسديد الرمي، حتى الدعوة في حد ذاتها عندهم كانت ممنوع، يعني يخافون خوف، يعني وهذا دليل على ضعفهم. يعني حتى كان أي مسجد يدعي اللهم انصر عبادك المجاهدين، ليش يدعو؟ قال ممنوع الدعاء. حتى أن أبو عبد الملك أصدر قرار ممنوع الدعوة في الدعاء في المساجد، حتى كانوا لا يدعو. مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية المعروف بمستشفى الجثام، أحد المرافق الخدمية في حي مدينة النور، والذي يعود تأسيسه إلى ستينيات القرن الماضي كأول مستشفى متخصص على مستوى الجمهورية، جعلت منه ميليشيا الإنقلاب مركزا لتخزين أسلحتها وإدارة عملياتها العسكرية، وأخرجت عياداته عن الخدمة تماماً. مستشفى الجذام الذي تحول بعد ذلك إلى مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية هو القبلة الوحيدة لمرضى الجذام في الجمهورية اليمنية. الخلفية التاريخية لوجود البرنامج في محافظة تعز وفي مدينة النور بالذات هو أن هذا البرنامج تأسس سنة 1963 عندما تولى قيادة وزارة الصحة في أول وزارة صحة بعد ثورة 26 من سبتمبر
رجل الخير المعروف علي محمد سعيد أنعم، قام بنقل مرضى الجذام إلى هذه المدينة وبنى لهم قسمين للرقود، قسم للنساء وقسم للرجال. ثم بعد ذلك توالت أعمال التأسيس إلى أن أصبح كمركز رئيسي لمكافحة الجذام في الجمهورية، حتى بعد تحقيق الوحدة في عام 90 أصبح مركزا للجمهورية اليمنية. وكان مريض الجذام في شرق اليمن في محافظة المهرة، وفي شمال اليمن في صعدة، وفي غربها وفي جنوبها وفي شمالها، كان يتلقى الأدوية من هذا المركز. بدأوا بنهب السيارات التي كانت في ملك المستشفى، ثم بدأ الحال بعد ذلك وصل إلى مضايقة المترددين على المستشفى، وبدأوا بتخزين بعض الأسلحة في بعض الأماكن حول المستشفى، وبعض المواد الغذائية والإغاثية التي كانوا يستولون عليها من برنامج الغذاء العالمي خزنوها في مدرسة جوار المستشفى وفي بعض الأماكن. اقتحموا مكتب برنامج مكافحة الجذام وسرقوا بعض من محتوياته، وأهم ما في ذلك سرقوا أجهزة الكمبيوتر الذي يحتوي على قاعدة البيانات الخاصة بمرض الجذام في جميع أنحاء الجمهورية. قسم الرعاية الداخلية في المستشفى الذي يضم في إطاره قسمي النساء والرجال لم يسلم المرضى فيه من عبث الميليشيا، قطعت عنهم الغذاء والدواء وحاصرتهم بقذائفها، أمر على إثره تفاقمت حالتهم المرضية وعاشوا أياما صعبة جدا. يعني يدخلوا له لما هنجي السنة قلنا لا في موت مترق ولا في حيينا، ما شينا بديش من المستشفى ينوجه نجي السنة احنا بين المستشفى لا فيش قطل هنا يميتوا هنا ولا يبقى المستشفى راح يدخلوا بهنا واحنا ينوجه بهذلوا بنا بهذله. لما كان النقطة هنا عند المستشفى ذا يعني لا خلوا احنا لا نرقد ولا ننام، وضربوا علينا بالقذائف. شوفوا هنا عند الخزان كيف عملوا، الزقاق تكسر حق المستشفى، المواد يعني نقص علينا بهذله ولا عنده لنا حاجه. حاصره ذاك اليوم كان حاصره يجي لنا بالصبح، انا هون ما بيوم ثاني الصبح طلع رواتي ل 20 ل 25 ساعة الشمعة يعني بداية الحرب، والله تبهذلنا يعني الكودم شراء طلع عن 20 ل 25 بدل ما كان الحباب 10. مش ان احنا كان يبحثنا يومين لثلاث ايام نبقى لا يوم ولا يوم يوم، مرة هناك حصل احنا يكاد انهم 10 ايام كذا اقول عن اسالي بعدين سكرنا نشتري بذول ابنة يا بني له الحمد. صاروا يتحكمون بكل حلقات البرنامج والجمعية، جمعية اليمنية للتخلص من الجذام وبالمستشفى، صار كل شيء بأيديهم، لا تدخل شاردة ولا تخرج واردة إلا بمشيئتهم. لكن هناك من شباب الثورة وممن بقوا تحت هذا الحصار في مدينة النور ظلينا على تواصل معهم، حتى أننا كنا بعض المواد وصل إلى حد مياه الشرب كنا نرسل قيمة هذه المياه عبر الكريمي، كنا نبعد عنهم أمتار، نحن في وسط المدينة وهم في أطراف الحصب في مدينة النور، لكن شاءت هذه الميليشيات الانقلابية وأتباع الطاغية المخلوع أن يكون التراسل بيننا عبر المصارف الكريمي وعبر الإرساليات السرية ممن يستطيعون الدخول من المنافذ التي استحدثتها هذه الميليشيات.
مبنى مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية الجديد الذي كان في طور الإنشاء ليكن أكبر مستشفى متخصص في منطقة الشرق الأوسط، لم يسلم هو الآخر من عبث ميليشيا الإنقلاب بعد أن اتخذت منه موقعا لقصف المدينة وإدارة نقطة الحصار التي نصبتها أمامه. منذ اللحظات الأولى لدخول الميليشيات إلى مستشفى مدينة النور بقيادة أحد المجاميع، مجموعة منهم كان يقودهم أحد أبناء المرضى في هذه المنطقة، دخلوا وتحصنوا داخل هذا المركز وحولوه إلى مكان لاستهداف المواطنين وقنص الأطفال والنساء واستهداف المقاومة الشعبية والجيش الوطني. صرح طبي متكامل، إلا أنه مع دخول الميليشيات حيث تمركزوا فيه ووضعوا فيه قناصة وتقريبا 12 سبعة. أثناء تمركز الميليشيا في مبنى المستشفى الجديد، كثفت من عمليات القصف والقنص على الأحياء السكنية القريبة منها، ليتدخل على إثره طيران التحالف العربي، وبالفعل تم القصف وانهارت أجزاء كبيرة من المبنى. في الساعة 10 صباحا ونحن جالسين بالجولة هنا، نلاحظ الابواب تفالت فوقنا ولا الغبار يطير، واحنا كنا مش عارفين ايش، لان ما كناش متوقعين ان الطائره ايش تضرب. كانوا يقولون انه في البيت الجنبانه تحرق. نلاحظ كان الحوادث يضربوا جهه الجو، مش عارفين، نحسب كان في هجوم من الناحيه الخلفيه. بعد 5 دقائق قالوا لنا الطائره ضربت المستشفى. وفجأة كنت شقي أنا من الفك اللي هنا شقي للبيت، لأنه كان نسيبي هنا الصغير وعمره 10 سنوات جالس هنا بالبيت، خفت عليه، لكن لحاله خفت عليه لا يفتقع يخاف، ما خلوني حش نقزع. أرجع هنا من خلف العمارة بالجولة وأجي من المنطقة هذه، أتفاجأ أخرج هنا أتفاجأ أشوف المستشفى مضروب في نقطة حوته ورا المستشفى هذا، عرفت؟ والطائرة 24 ساعة ويتلون تلف. لما حصل لنا فرصة بقى على غيرنا، على لا حويت ماتوا ولا الله منتي عوروا نحن هنا. هذا المركز الذي ضرب في الحقيقة هو كان يؤمل أن يكون أول مستشفى للأمراض الجلدية والتناسلية في الجمهورية اليمنية، لا يتواجد حتى في العاصمة صنعاء، وهو كان مصمم على أساس أن يكون مركز متقدم ومتعاون مع منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. كان يعد على أن يكون مركز لمكافحة الأمراض الاستوائية المهملة في هذه المنطقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كنا على وشك الانتهاء من البناء وبحثنا عن مصادر للتأثيث، وكنا نؤمل به أن تصبح تعز قبلة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فيما يخص تدريب الكوادر في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم لمكافحة الأمراض الاستوائية المهملة مثل الجذام ووداء الفيل ومرض السوداء واللشمانية الجلدية والعديد من الأمراض التي بدأت تنقرض في العديد من الدول إلا في منطقة الشرق الأبيض المتوسط وفي القرن الأفريقي. كانت حتى منظمة الصحة العالمية نفسها تؤمل أن يكون هذا المركز مصدر إشعاع وتدريب لنشر الكوادر في هذا الإقليم والقرن الأفريقي، لكن للأسف الشديد ها نحن نقف على أطلال هذا المركز. بهذا النهج
أرادت ميليشيا الانقلاب تدمير البنية التحتية للمرافق الخدمية في مدينة تعز بشكل عام وحي مدينة النور بشكل خاص، لكن الشاهد هنا بالرغم من ضرورة التدخل لوقف الأعمال الميليشياوية إلا أن القصف كان مفرطاً، باعتبار أن كل الشواهد تشير أن الضحية أفلتت من يد الجلاد. المركز ضرب كبقية بعض المراكز التي كنا نعتقد ولازلنا أنها كان يجب التفكير كثيرا في استهدافها، والمقارنة بين فائدة استهداف هذا المكان أو ذاك بما سيلحق بالميليشيات الانقلابية من جراء استهداف بعض المراكز وبعض الأماكن التي تتحصن فيها. فأعتقد أنه كان من الأولى التفكير كثيرا وعدم استهداف المركز، لكن السبب الأول والأخير نحن نعيده إلى تحصن هذه الميليشيات في الأماكن العامة. كما تعرف في تعز أجمل الأماكن وأكثرها تقديم خدمة للمواطنين في المحافظة تحصنت فيها الميليشيات، وهي تعرف أنها مستهدفة، وكانت تجبر التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة على استهداف هذه الأماكن بتمسكها وتحصنها فيها لتدميرها. ما خلفته ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة النور جرح آخر يضاف إلى جسد مدينة تعز، والمنظور العام يشير أن تلك الجراح غائرة وأنها لن تندمل على المدى القريب.